السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسئلة محرجة، واللي اتعودنا من خلاله بنطرح على حضراتكم موضوعات متنوعة وبنناقشها بكل جرأة ووضوح. النهاردة هنطرح على حضراتكم موضوع مهم جدا، وهو واحدة من أكثر القضايا المجتمعية أهمية واللي بتتعلق بالسلوكيات الجديدة على مجتمعنا، وهي تجاوزات البنت المعاصرة. وبيسعدنا تشريف ضيفنا الكريم شيخنا الشيخ محمد البنا، مدير عام بأوقاف الشرقية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا فندم. أهلا أستاذ محمد. أهلا بيك يا فندم. شيخنا، إحنا في مجتمعنا وفي كل مجتمع كالعادة بيكون هناك بعض السلوكيات الصحيحة وما يقابلها بالجانب الآخر من السلوكيات الخاطئة، واللي أيضا بتصل إلى حد التجاوزات. عايزين نفهم السادة المشاهدين إيه هي مفهوم التجاوز بالنسبة لحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، ولا تحويه الأقطار، ولا يخفى عليه الإعلان ولا الإسرار، سبحانه وتعالى هو الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ومعلمنا محمد رسول الله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ورضي الله عن أصحابه وأتباعه وأشياعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، التجاوز معناه هو الخروج عن إطار الشرع، عن إطار الشرع الذي شرعه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن لكل قاعدة شواز. تمام. أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي عصر الصحابة والتابعين لم يكن هناك أي نوع من التجاوز، لأنهم كلهم يتبعون نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم يتنافسون في فعل الخير. تمام. كلهم يعني يتمثلون في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لبعض الصحابة منهم كانوا يستقلوا عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هذا النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانوا يزدادوا من العمل والطاعة لله عز وجل، عكس ما نحن عليه الآن. أصبحت الحرية النهاردة موجودة، وأصبح التجاوز اللي احنا بنتكلم فيه موجود النهاردة، والتجاوز اللي هو الخروج عن إطار الشرع أو عن حدود الشرع. تمام. معناه أن هذه قاعدة شاذة بعيدة كل البعد عن إطار الدين وعن أخلاق الدين وعن مبادئ الدين وعن قيم الدين، لأن الدين علمنا الأخلاق وعلمنا الفضيلة وعلمنا الخلق الحسن، كما مدح الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. العظيم مدح النبي العظيم بالخلق العظيم. تمام. فجاء أناس إلى السيدة عائشة رضي الله عنها يسألون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما خلقه؟ قالت: أتقرؤون القرآن؟ كان قرآنا يمشي على الأرض. لكن في هذه الأونة الأخيرة وفي المجتمع أصبحت التجاوزات كثيرة جدا، وبدأوا يفسروا الحرية بحرية تفسير خاطئ. طبعا خاطئ جدا. وهذا التفسير الخاطئ بعيد كل البعد عن منهج الدين وعن قيم الدين وأخلاق الدين. حضرتك بتشوف دلوقتي إيه هي أبرز الممارسات اللي تندرج تحت التجاوزات؟ المبارزات والأشياء التي تندرج تحت هذه التجاوزات بين شبابنا وبين بناتنا. الله يبارك فيك. الحرية التي لا حدود لها النهاردة في يعني في هذا الزمن أو في هذه الأونة، البنت بتشعر أو الشباب عامة من الجنسين. نعم. بيشعر بحرية تامة في كل ما يفعله، بيفعل ما يحلو له، سواء مخالف للدين بيفعله، سواء في إطار الدين بيفعله، سواء هو ما هو عاوز يتمتع بحرية شخصية، لا ينظر إلى إله ولا ينظر إلى قيم ولا ينظر إلى اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو عاوز يمتع يعني شهوته التي غرزت في نفسه، ويعني بيفسرها ويضحى بإيه؟ بالحرية.
بالحريه، والحريه دي تمام. تمام، احنا عايزين نطرح سؤال على سادة المشاهدين. وسؤالنا في الحلقه النهارده هو بيقول: ما هي اكثر سلوكيات البنات استفزازا في العصر الحديث؟ تليفوناتنا بتظهر على الشاشه، نرجو من حضرتك التواصل معنا. اتفضل فضيله الشيخ. قلنا الحريه دي سببها عدم المراقبه من الاب، تمام، وعدم المراقبه من الام، لان الشرع الحكيم حط لكل واحد منا قواعد. ايه هي القواعد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. تمام، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. تمام، الزوجة في والزوجة راعية في بيتها ومسؤولة مسؤولية تامة عن رعيتها. الشرع الحكيم جعل ميدانا عاما للرجل يعمل فيه خارج البيت، وجعل ميدانا خاصا تعمل فيه المرأة وهو البيت. يعني حضرتك بتشوف انه من الاولى ان الست تلزم بيتها او البنت تلزم بيتها؟ ده صحيح، ده صحيح، ثابت. تمام، ده الثابت الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك نص شرعي ربنا بيقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا كانت هذه الآية خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء قال الخصوصيات لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم أمهات للمؤمنين، فالآية عامة تشمل جميع نساء المؤمنين، فالمرأة لها ميدان خاص في البيت اللي هو داخل نطاق الأسرة وداخل نطاق المنزل، داخل نطاق الأسرة، العمل التربوي والأسري، أهم حاجة العمل التربوي. تمام، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. والقاعدة بتاعتنا المعروفة بيقولوا: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا لإيه؟ الإعراق. نعم. أنا بشتغل يعني الرجل بيعمل في الميدان خارج البيت. مين المسؤول عن تصرفات البنت أو الابن؟ الأم، الزوجة. ولذلك الزوجة لها مسؤولية تامة زي مسؤولية الرجل في تربية الأولاد. والبيت له تأثير كبير في تأسيس الأسرة أكثر من المدرسة، أكثر من الجامعة طبعا، وأكثر من أي حاجة. المربي الأول والمعلم الأول، الأب والأم اللي بتزرع في الأبناء القيم والمبادئ، القيم والأخلاق. تمام، الابن النهاردة بيشوف مين مثال بالنسبة له؟ الأب. إذا كان الأب مقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، صادق في أفعاله وفي أقواله، يطبق تعاليم الدين، محافظ على الصلاة، لا يكذب في كلامه، معتاد على المساجد، الابن برضه بينظر لمين؟ طبعا، لان بينظر للمثال بتاعه. الولد بالظبط هو قدوه، الوالد هو قدوه للابناء، وكذلك الام هي قدوه للبنت. الله يبارك فيه. تمام، يبقى الاثنين عليهما عامل كبير في تربيه الاسره وتربيه هذا النشء الذي يشب ويصعد على الاسلام. تمام، وعلى اخلاق الاسلام. شيخنا احنا معانا تقرير، بسرعه نروح نشوفه ونرجع تاني نراي الناس برضو في الموضوع. اكتر حاجه بتستفزك فيهم في الزمن ده؟ طب اشمعنى البنات يعني مش الولاد يعني؟ طيب ماشي، بص حضرتك، هو مشكلة مصر او تحديدا اما بنيجي نتكلم على بنات، هو كون ان الواحدة بتقلد حاجة معينة، ففي نفس الوقت بيجي مثلا الولاد يعلقوا عليها: طب هي ليه عملت كده او مش كده؟ هو انا عن نفسي شايف ان البنات في مصر محترمين، انا عن نفسي يعني مش شايف ان هم بيأفروا كتير، يعني مش شايف ان اللبس بتاعهم خارج شوية، مش شايف لهم اي تجاوزات. لا خالص، انا من وجهه نظري خالص انا شايف اللي بيعلق عليهم هو اللي خارج عن التجاوزات، هو اللي ده اللي المفروض نعلق عليه. وضح لي ازاي؟ يعني مثلا اللي بيقول لك ان البنت دلوقتي جريئه جدا ومش محترمه زي زمان، عمل احترام ايه؟ هو مش في حريه وفي قانون في البلد؟ اللي يقول في تجاوزات القانون مش انا او حضرتك او الشعب ولا ايه؟ الحاجه اللي بتستفز الواحد هي المظهر العام، يعني مظهر الشكل الخارجي للبنت
سواء في ملابسها، سواء في حجابها، سواء في المكياج اللي بتحطها. غير كذا انه اصلا الحاجات دي مش بتظهر جمال البنت عامة، بس يعني ممكن تثير الجانب الاخر للبنت غير الجمال وغير اللي هم معتقدين عليها. بالنسبة للبس بتاعهم مش كويس جدا، المفروض اساسا يعني الواحدة اللي تمشي كده في الشارع المفروض تتمسك، يعملوا معها اي حاجة، يودوها لأهلها، يسلموها لأهلها كده. امال كده ما ينفعش حقيقي، يعني الناس بتاخد فكره وحشه عن مصر. طب اقول لك على حاجه، نتفرج على افلام ابيض واسود سنه 70، وانت ساعتها هتلاقي في تجاوزات عن الايام دي. طيب ما زمان الناس كانت بتلبس قصير، ايه المشكله؟ بس ده كان زمان بقى، احنا دلوقتي في بلد بتتقدم، يعني ما تتقدمش في الفساد بقى، تقدم في حاجه كويسه. يعني زمان لما كانت الناس بتلبس مين جيب في الستينات والسبعينات وكده ما كانش متقدمه؟ ماشي، كان عدد السكان شويه، ما كانش الكميه دي. بعيد عن المظهر الخارجي، السلوك برضه، يعني مشيتها، ضحكتها، كلامها، استفزازها باي حاجه، عطرها اللي بتتعطر، اسلوبها في المشي، كل حاجه بدي بتظهر يعني سلوك. يعني المفروض يكون التربيه في البيت. طب ايه السبب في التغيير ده؟ طبعا السبب الاول انا برده للبيت، السلوك للشارع. حتى البنت حاولت تحافظ على المظهر، والبيت حاول انه والأسرة حاولت تتمسك بالعادات. البنت برضو بتخرج بتشوف حاجتها بصحابتها، دي برضو بتخليها. الحل ايه؟ الحل الالتزام. ورجعنا لكم مره تانية مشاهدينا، وبنرحب تاني بضيفنا الشيخ محمد البنا. اهلا بك يا فندم. واحنا كنا بنتكلم قبل التقرير، نطلع تقرير عن التربيه ودور الاب والام كقدوه لابنائهم. نعم، التربيه هي عامل اساسي في تقويم النشأة. تمام، احنا شفنا شيخنا في التقرير يعني بعض اراء لشبابنا، منهم اللي بيشوف ان دي حريه وانه عادي جدا انه ده يحصل، وفي نفس الوقت بيشوف من البعض الاخر اللي بيشوف انه لا، هناك تجاوزات في اللبس وفي السلوك نفسه وفي طريقه الكلام والالفاظ احيانا. عايزين نعرف اولا مفهوم الحريه على الاطلاق والحريه للبنت. تمام، بالنسبه للحريه، الحرية إذا خرجت عن حدود الشرع وما شرعه الله، وإذا خرجت عن إطار منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى دي اسمها فوضى مش حرية. تمام، فوضى. ليه؟ لأن هم الوقت ترجموا الحرية ترجيم خاطئ. نعم، البنت تلبس كيفما تشاء، ما يحلو لها، كاسية عارية، تمشي تتبختر في الطريق، يعني تتزين بزينة زائفة كزينة الأحذية والعياذ بالله. طب استاذن حضرتك يا شيخنا، بس معانا اتصال تليفوني. اتفضل استاذ محمد. اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال فضيله الشيخ سؤال؟ طبعا، اتفضل حضرتك. اتفضل يا شيخنا. اتفضل. بخصوص يا شيخنا بعض التجاوزات عن البنات والولاد، والموضوع ده يمكن شفناه قدامنا كتير في الجامعه وكده. نعم، ان بيكون مثلا على سبيل الهزار الولد بيقول للبنت زودتك نفسي، فهي بتقول له انا قابل. نعم، بيكون في زمايل من الجامعه وكده، هم طبعا بياخدوا الموضوع بهزار. نعم، بس بعض الزملاء كانوا بيقولوا لا، ده الموضوع ده فيما معناه جد قلنا جد وهزل قلنا جد. لا، يعني اللي هو لو الموضوع ده مفهوش هزار، يعني الموضوع ده مفهوش هزار، بان الولد بيقول للبنت الكلام. تمام، ده تمام. المشكله دي فعلا موجوده في تمام. المجتمع وسط الشباب يعني. ما صحيح. نعم، بارك الله فيك يا استاذ محمد. ما دي المشاكل. شكرا يا فندم. دي المشاكل التي تحيط المجتمع المسلم حاليا النهارده. نعم، والاختلاط المشين بين طلبه الجامعات هو اللي ولد المشاكل دي. نعم، عمليه ان هو يعني مثلا حصلت بينهما علاقه غراميه وحصل جاذبيه بينهما، دي يقول زوجتك نفسي، ودي كده يعني حطوا في دماغهم زي ما الاستاذ محمد كده بيقول ده زواج شرعي. ولكن دي مهاترات، والاسلام منها براء، لان الاسلام بتاعنا دين وخلق. نعم، وتطبيق وعمل. تمام، ومنهج واخلاق وتربيه. هذه الاشياء المفروض المجتمع المسلم يتنزه عن عزيز. دي عادات سيئه رذيله تسيء للمجتمع المسلم. طب شيخ محمد، هو برضه استاذ محمد يعني طرح ما انا بدي اتكلم عن موضوع الزواج. اتفضل. موضوع الزواج، اتفضل. موضوع الزواج ده غير صحيح. نعم، ليه؟ الزواج الصحيح لا يجوز الا بولي للزوجه
وشاهدي عدل، والزواج لابد ان يكون موثقا. يعني مش كون ان انا لا من بعض وسط الشباب ان انا بقول للبنت اذا بكتبك نفسي او العكس فاحنا كده متزوجين. لا لا، دي طبعا دي يعني خاطئه. نعم خاطئه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وهزلهن جد. نعم. منها الايه؟ الزواج والطلاق والرجعه. تمام تمام. من عمليه الزواج مين بقى اللي هو مثلا لو ولي الزوجه او لو ولي البنت مثلا اختار شاب وقال زوجتك بنتي، حتى لو بطريقه الهزار تكون صحيحه. يعني حتى لو الكلام ده كانت متزوجه قبل كده يا شيخنا؟ لا، لو متزوجه قبل كده. نعم. الامام الشافعي قال البكر يجبر على زواجها والسيب تختار. اللي هي يعني متزوجه قبل كده. نعم. من حقها الاختيار. اذا فهو واقع يعني من حق يشور عليها. يعني لما يحصل الكلام ده بين شبابنا واقع انه يكون وقع الزواج. ما احنا الوقت خد بالك من سؤالي. الزواج الصحيح لا يكون الا بولي وشاهدي عدل. دي الزواج الصحيح. الكلام ده للبكر وللمتزوجه قبل كده؟ لاي نوع من لاي الزواج. لاي بنت عموما؟ لاي بنت. لا دي شروط الزواج الصحيح. تمام تمام. دي شروط الزواج الصحيح. لكن المهاترات اللي بتحصل في الجامعات والاختلاط المشين الذي اشان للاسلام والمسلمين واساء كرامه المسلمين واساء سمعه البنت وترجم هذه حريه، والحريه يعني انقلبت فوضى، هذا الاسلام هذه الاشياء الاسلام منها براء. طب شيخنا انا ممكن اكون قاعد مع اصحابي او صحباتي في الجامعه وبقول لزميلتي زوجتك نفسي وهي كذلك، وبرده اثنين من اصحابي بيقول لي وانا شاهد على ده وده شاهد على ده، اذا فهو اشهار. لا مش اشهار، ده يجرمه الدين. ده اسمه زنا مقنع. ليه؟ لانها تزوجت بدون علم وليها ابوها. نعم. هو يبقى الولي. الولي ما هو لازم يكون راضي. تمام. الولي اللي هو مين؟ العائل، الاسره، ابوها. اخوها ولم يكن ابوها مش موجود، اخوها. تمام. خالها، يعني كما تعرفت عليه المجتمع. لا يعني هقطع بس في كلام حضرتك اللي هو استاذ محمد برضه خدنا لنقطه مهمه جدا. انه في الوسط الشباب بينا وبين بعض احنا ممكن نقول لبعض الفاظ جارحه او خارجه، وبعض احيان بتكون بطريقه اباحيه. ازاي احنا بنشوف ده في مجتمعنا؟ للاسف الشديد برضه هنرجع لموضوعنا في البدايه، التربيه. التربيه اساس كل حاجه. وينشا نشأ الفتيان على ما عوده اباه. لو الام صالحه البنت هتطلع صالحه. تمام. ولو الاب صالح الابن هيطلع صالح زيه. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الايه دي موجوده في سوره الطور. تمام. يبقى اذا اني بعيب على الاب. بعيب على الاب اللي يشوف بنته كده خارجه امام نصب عينيه متبرجه لابسه البنطلون لابسه قصير حتى احمر يعني. عفوا يا شيخنا، يعني هي الـ التفسير ان دي موضه. لا للاسف الشديد الاسلام مش فيه موضه. تبقى هي كده مواكبه للموضه وان هي لا موضه ايه؟ لا الاسلام مش فيه موضه. هو جاب الكارثه للاسلام الا الموضات دي وتقاليد الغرب. الغرب عاوز الغرب حاربونا في اخلاقنا، حاربونا في بيوتنا، حاربونا في اسلامنا. نعم. ما هو صحيح، ما هم عايزين كده. نعم. احنا بنقلد تقليد اعمى. تقليد اعمى صحيح. نعم. بعيد عن منهج الاسلام تماما. نعم. بعيد عن اخلاق الاسلام. اللي يا استاذ محمود، المراه اللي اذا خرجت من بيتها مستعطره حطت بس مجرد ريحه. نعم. مستعطره استشرفها الشيطان ولعنتها الملائكه حتى تعود الى بيتها. المرأة إذا خرجت من بيتها يعني حتى مجرد ريحة. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فهي زانية وكل عين تنظر إليها زانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف مبادئ الإسلام. ليه؟ مبادئ الإسلام حلوة جدا، بس إحنا بعدنا كل البعد عن منهج الإسلام، لأن الإسلام تربية وأخلاق وعقيدة. طب شيخنا إزاي أنا كأب أو أم مسؤول عن تربية البنت أو على الأبناء عموما اربي فيها وازرع جواها مبدا انه الموضه دي اللي انت بتشوفيها بتقلديها من بره وهي اصلا دخيله علينا لازم تكون في اطار تقاليدنا وعاداتنا ومجتمعنا
والتربيه اللي تربينا عليها اسلامنا الحنيف. الله صحيح. ازاي انا كاب اربي الكلام ده في ابنائي؟ اولا شوف، احنا لو احنا طالما احنا بنبعد عن منهج الاسلام بنخبط، والله بنخبط وبنمشي في طريق مظلم معتم. ليه؟ اول حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البدايه مروا اولادكم بالصلاه عند 7 سنين. صحيح صحيح. وفرقوا بينهما في المضاجع عند 10. مر، دي امر من الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا الاب علم الابن كما امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وامره بالمحافظه على الصلاه وجذبه واخذه معه عند كل صلاه، الابن فعلا هيتربى على القيم والمبادئ الحسنه والاخلاق الجميله. هكذا نفس البنت حينما الام تجد الام انها قائمه لله، طائعه لله، طائعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قائمه على حدود الله، تتخلق باخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صوامة قوامة كما امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، البنت برضه هتتربى على هذه الاخلاق. لكن عجبا النهارده باجد ان برضه والله يعني امر يندى له الجبين ويبكي له القلب، ويعني فعلا بارى سيدات كبيرات في السن يرتدين البنطلون ويلبسون المنجب كاشفات شعر يعني شعورهن مستعطرات، يخرجنا في اماكن لا حول لهم ولا قوه، مسنين، فما بالك بالشباب؟ الشباب اللي هي شايفه ان دي قدوتها، الشباب اللي في مرحله الشباب. نعم. اللي في مرحله المراهقه. طيب دي يعني ممكن دي تعذر شويه، طب المسنه دي عايزين اين اخلاق الاسلام؟ عايزين كمان نبين حاجه يا شيخنا، انه احنا دايما اتعودنا كده انه الصاحب ساحب. ده صحيح. انه انا اصدقائي او الوسط اللي انا ببقى فيه يا اما بياخدوا بايدي للسلوك الصحيح او ان هو بيخلوني انحرف عن المسار الصحيح. نعم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصديق الصالح كحامل المسك، بتشم منه راحه طيبه، تمام، كلمه طيبه، تجد منه اخلاق حسنه، اخلاق على اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اما الجليس السوء تجده كنافخ الكير، ان قعدت في ريحه ان مش فاسدك والعياذ بالله النار هتحرق الثياب بتاعك. تمام. استاذنك يا شيخنا معانا تليفون. استاذ حسن اتفضل. اتفضل استاذ حسن. ايوه يا فندم. اتفضل اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسن علام من الجيزه. اهلا بيك يا استاذ حسن، اتفضل فندم سؤالك. اهلا يا فندم، والله انا بحب البرنامج بتاعك ان يعني ايه قليل لما بنسمع البرنامج بتاعك مش اكتر. ربنا يخليك يا فندم. جزاكم الله خير. ربنا يفتح عنا وحالك انت ان شاء الله يا استاذ محمود ومولانا سيدنا الشيخ ان شاء الله. الله يخليك يا فندم. الله يبارك فيك. ربنا يوفقكم كده ان شاء الله ودايما للخير ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يبارك في حضرتك. ويا رب كده دايما في زياده وربنا يكتر من امثالكم مش اكتر. ربنا يخليك يا استاذ حسن، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. جزاكم الله كل خير. احنا طبعا بنشكر الاستاذ حسن يعني. لا هو يشكر يا سيدي طبعا الله. هو فرحان انه بيشوف نماذج زي كده بتطرح او موضوعات زي كده بتطرح عندنا في ما ده صحيح. انا يعني واحد من الناس فعلا اللي معظم الناس بتعاني من هذه الظاهره. صحيح. ظاهره احنا بعيد عن قيم الاسلام. تمام. عن مبادئ الاسلام. كنا بنتكلم قبل استاذ حسن ما يشرفنا باتصاله عن انه صاحب ازاي بيؤثر تاثير بالسلب ايضا وبالايجاب على الصاحب. هذا يعني. صحيح. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمن. نعم. ولا يأكل طعامك إلا تقي. ليه؟ عفوا، المؤمن إذا رأى منك سيئة سدها وإذا رأى منك حسنة عدها، يحافظ على بيته كما يحافظ على نفسه، يحب لنفسه كما يحب لك. احنا شفنا في الأوساط يعني في بعض الأصدقاء مع بعض بيبدأوا بقى يعني هعلمك السجاير وهنبدأ بقى نشرب مع بعض الشيشة وقعدات يعني قعدات الشباب عموما يعني. ما دي الكوارث اللي كعادة كعادة إن احنا بنقعد مثلا على قهوة أو كافيه مثلا بنبدأ نتعامل. نعم نعم. ما دي الكوارث التي أحيطت بالشباب. تمام. وفي النهاية بيروحوا فين؟ عذرا مولانا احنا بس معانا اتصال تليفوني تاني. أستاذ محمود اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بعد اذنك كنت عايز اتكلم عن نقطه كده معينه. بنلاقي بنات للاسف دلوقتي في الشارع بتعمل افعال وقحه بشكل كبير جدا، ومع ذلك لما بحب ان انا انقد او اقول حاجه يقول لك دي لسه صغيره، دي عندها 13 14 سنه،
ما عندهمش خلفيه ان ممكن البنت اللي عندها 13 14 سنه ديت عند اهلها بالنسبه لهم دي لسه طفله. فعاوز يعني لو فضيله الشيخ يتكلم عن نقطه اللي دي المفروض تتعامل معامله كبار، المفروض برضه تخلي بالها من تصرفاتها. تمام تمام يا استاذ محمود، بنشكرك على اتصال حضرتك. شيخنا استاذ محمود كان برضو بيثير نقطة في ما دي القضايا اللي احنا بنتكلم فيها. صحيح يعني صحيح، يعني البنت على على سنها الصغير اهلها بيقول لك لا دي لسه صغيرة، اذا هي تفعل ما تشاء، يعني هي غير محاسبة. وفي نفس الوقت الشاب اللي بينظر ليها، طب احنا دورنا ايه يا شيخنا برضو؟ يعني احنا دورنا ان احنا هل نقومها؟ هل يعني انا سمعت او شفت منها فعل خارج او قبيح، فعل قبيح، هل اقومها او نعم. انهارها ولا اسيبها وامشي؟ لا لا، قومها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم صحيح. نعم وبعدين الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الواجب على الإنسان العاقل لو شاف فعل قبيح يوجهها توجيه معنوي وتوجيه نفسي للبنت اللي هي اللي مخلة بأداب الإسلام. وبعدين للأسف الشديد ده كله بيتوقف على الأب. الأب خان الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفه بيها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لأن البنت أمانة على كتفي أبويها، والابن أمانة على كتف أبوه. ربنا هيسأله يوم اللقاء والعرض على الله، ماذا فعلت في هذه الرعية؟ إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظه أم ضيعه؟ ما هو كده. انت ممكن هتعلم اولادك الاخلاق الحسنه والكلام الصدق، دي بيبدا منين؟ حينما يتعلم الطفل الكلام. تمام. طب شيخنا يعني احنا عايزين في نهايه حلقتنا كده نختم بنصيحه للاباء والامهات الاول، بعد كده لبناتنا في عجاله. يعني انصح كل ولي امر وكل ست ورب بيت تراقب الله عز وجل، وأن يستمعوا إلى هذا الحديث جيدا، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه: خمس غضب الله عليهم في الدنيا والأمر بهم في الآخرة شديد. خمس أصناف من الرجال أو أولياء الأمور ربنا هيغضب عليهم في الدنيا والأمر بهم في الآخرة شديد. إمام يتكلم بالهوى، إمام يأخذ حقه من رعيته، رجل استأجر أجيرا استوفى منه العمل ولم يوفيه حقه، رجل ظلم امرأة في صدقها، رجل لم يأمر أهله وولده بطاعة الله ولم يعلمهم أمر دينهم. فعلى المرء المسلم أن يتقي الله في نفسه. نعم. وأن يتقي الله في أولاده. طبعا. وأن يتقي الله في زوجته، وأن يتقي الله في تربيته، وعليه أن يتمثل لقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأدعو إلى الله، وأدعو الله عز وجل أن يهدي شبابنا وأن يهدي أولياء أمورنا إلى ما فيه سواء السبيل وإلى طريق مستقيم. يا رب اهدينا دايما يا رب للطريق القويم والسليم. في نهاية حلقتنا أعزائي المشاهدين بنشكر ضيفنا الكريم الشيخ محمد البنا، ضيفنا يعني نشكرك شكرا جزيلا، ونلتقي ان شاء الله في حلقات اخرى يعني اعزائي المشاهدين. لا بس صراحة احنا ركزنا النهارده على البنت والتجاوزات العصريه ليها، لان هي نصف المجتمع وايضا تربي النصف الاخر. دمتم في رعايه الله وامني اعزائي المشاهدين، نلتقي في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.